بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السكشن اللي بعد كده بيتكلم عن creating a performance lazy list، اللي احنا كريتناه هنكريت بقى لستة lazy column. طيب now let's make the names list more realistic، خلينا نخليها تبدو واقعية أكتر. So far حتى الآن you have displayed two greetings in a column، عرضنا اتنين item بس. But can it handle thousands of them؟ هل ممكن نخليها تهندل 1000 item؟ Change the default list، هنغير default list value في greeting parameters عشان تستخدم another list constructor which allows to set the list، تسمح لنا ان احنا نخلي set للليست حجم الليستة ان هو يفيل it with the value contained in its lambda. Here it represent الدولار ساين 8 بتعرض الاندكس بتاع الليستة. فهنا ادي نيمز ليست هبصلها 1000، فهعمل ليستة من 1000 ايتم 1000 عنصر. This creates، دي هتكريت لي 1000 عنصر من الجريتينجز كومبوزابل فانكشن. Even the ones that don't fit in the screen، لو حتى في واحدة ما عملتش fit مع السكرين. Obviously this is not performant. You can try to run it on an emulator. ممكن تجرب تعمل لها run على الايميوليتور. Warning this code. الكود ده ممكن يخلي الايميوليتور يحصل لها فريز تتجمد. طيب to display a scrollable، عشان نعرض scrollable column we use، بنستخدم lazy column. ال lazy column بترندر only the visible items on the screen. ال items العناصر اللي موجودة على او اللي ظاهرة على السكرين بس. Allowing performance gains when rendering a big list، فبتخلي performance عالي لما ترندر لستة حجمها كبير. ملاحظة ان الليزي كولوم والليزي رو مكافأة للريسايكلر فيو اللي احنا كنا بنستخدمها في ال XML. طيب in this in its basic usage a lazy column API provides an items elements within its scope where individual item rendering logic is written. ادي الجريتنج فانكشن، هنخلي النيمز دي بتاخد الليسته من string وليسته هبصلها 1000 و it عشان ترجع الانبوت. طيب وجوه البلوك هستخدم lazy column حلو، وايتمز هتلوب على الايتمز وتعرض الجريتنج زي ما هي ما كانت موجوده قبل كده. ميك شور اتاكد انك بتمبورت الاندرويد اكس دوت كومبوز دوت فاونديشن دوت ليزي ايتمز، عشان اندرويد ستوديو ممكن يعمل لك امبورت لحاجه مختلفه، ده اللي احنا محتاجينه. طيب ملاحظه الليزي كولوم doesn't recycle its children، مش بتعمل ريسايكلينج للتشيلدرن للعناصر بتاعتها زي الريسايكلر فيو. It emits new composables، بتكريت composables جديدة as you scroll، كل ما بتعمل scroll through it and is still performant، وما زالت بتؤدي بشكل جيد. As emitting composable انك بتعمل emit للcomposable كل شوية relatively cheap، يعني رخيص مقارنة بانك تعمل instantiating لAndroid view جديد. ده الشكل النهائي بعد ما كريت الليستة، هتكريت لك لستة من 1000 ايتم. هنكمل المرة اللي جاية.